كان الإمام الشافعي رحمه الله عند مالك وعمره 15 سنة وعنده كبار سفيان بن عيينة عند مالك في المجلس، فأقبل رجلان فقال أحدهما: أنا رجل أبيع القمار، هذا الطائر الذي له صوت جميل، وقد بعت هذا قمريا وحلفت له بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح، يعني هذا دائما يصوت. فأخذه وأعطاني الثمن، فلما كان بعد ساعة أتاني وقال: قد سكت. فرد علي: هات فلوسي وخذ طائرك وقد حنثت. فقال مالك: بانت منك امرأتك، أنت حلفت بالطلاق أنه ما يسكت وهذا هو سكت. فمر بالشافعي فقص عليه القصة، فقال له: أردت أن لا يهدأ أبدا أو أن صوته أكثر من سكوته؟ قال: بل أردت أن كلامه أكثر من سكوته، لأني أعلم أنه يأكل ويشرب وينام. فقال الشافعي: رد عليك امرأتك فإنها حلال. فبلغ ذلك مالكا، فقال الشافعي: من أين لك هذا؟ قال: من حديث فاطمة بنت قيس، فإن قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال: إن معاوية رجل صعلوك، يعني فقير ما يناسبك، وإن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وقد كان أبو جهم ينام ويستريح، وإنما خرج كلامه على الغالب. فعجب مالك، وقال بعض من حضر من العلماء للشافعي: آن لك أن تفتي. فأفتى وهو ابن 15 سنة رحمه الله.